إبراهيم لبيت لبيت حاجة. أكيد أنك واجهت كلام إيجابي وسلبي بعد ما طلعت البرنامج. صح. إيش ردة فعلك أو إيش كان موقفك منها؟ من ناحية الكلام الإيجابي ولا السلبي؟ وشو؟ كلام الإيجابي أو السلبي؟ لا، من ناحية الكلام السلبي، مو عشان شخصك، عشان ممكن حاجة أو فعل أو، وإن شاء الله ما في سلبيات، يعني أغلبها إيجابيات، بس لو لا ما كل شخص فيه سلبيات، معليش ما نكون ايوه، بس اقصد ممكن على فعل معين، ما اقصد شخصك، عرفت؟ اي صحيح معك. فكيف واجهت الشيء ذا؟ تقبلته ولا بلوك وخلاص؟ لا اكيد اني راح اتقبل جميع الانتقادات، لان انا صراحه انسان اخطي، ودامني انا وصلت المرحله هذه والشيء هذا، فاعرف ان انا راح يجيني انتقاد، راح تجيني كلام سلبي. يا سلام بيجيك يا سلام. تفضل. السلام. سلام. لازم أكون متعود على الشيء هذا، ولازم للأمانة كلنا نحاول، يعني أي كلام سلبي يجينا نعرف أن هذا من أفعالنا، وأن أساساً أنت ما دخلت الغابة هذه إلا أنت راح تشوف كل الردود سواء إيجابية أو سلبية. يا سلام. يا سلام، الله يوفقك إن شاء الله. أسلم. أنا في أحد ينتقدني؟ أكيد ما عنده ذلك. شلون يقدر ينتقد؟ إيش ينتقدك به؟ قل لي، انا ودي انتقد. والله يا صاحبي ما تدري، ما انتقادات كثيره يا عبد الله. لا شوف، صار نبي انا والله الحمد لله، ترى من يوم طلعت البرنامج والله انا ما اقولها مدحه ولا فخر، لكن الانتقاد اذا جاني ما يجيني على شيء مره قوي. اي شيء سب صريح نحمد الله ونشكره، ما قد واجهت. احمد ربك وهذه نعمه من الله. انت صراحه للامانه يا عبد العزيز كسبت محبه الناس، وانا للامانه اقولها لك وباختصار، مو بأي مشهور يلفت انتباهي، مو بأي مشهور أحبه. جاني والله. فأنا والله إني أفتخر إني أعرفك. الله يعزك يا حبيب عيني. والشيء اللي الناس إذا تكلموا برا ولا شيء، على الشيء اللي قدمته. عرفت؟ صح. والناس أساساً بعضهم ترى ما عنده شيء، ولا أنتقدك علشان شيء معين، بس إنه هو طبيعي وظيفته. وظيفته ينتقد. صح. لك حساب بيضة وحساب وهمي ويجلس يسب يسب يسب. صحيح صحيح. يعني ما في حتى عنده الجرأة في المواجهة إنه يجي من حسابه ويفتح حساب ويقروش نفسه وما أدري عشان يروح يسب ولا. في النهاية يعني ترى محاسب على الكلام هذا، إن كان فيه خطأ عدله بوجهة نظر يعني مقبولة، يعني حتى الشخص إنه يتقبلها، إنه ما ينفعل، ما يسوي بلوك. إذا سوى بلوك قال ليه هذا سوى بلوك، زعل. طيب غريب إنه زعل وأنت جالس تسبه وتسب اللي دون وراه. ايوه. فاسال الله يوفقك يا ابراهيم. تعلم منك ابو العز، وانت من الناس المبدعين ان شاء الله. ما عليك، من بعدك والله. الله يوفقك ان شاء الله. من بعدك نشوفك الايام الجايه ان شاء الله مكسر الدنيا.